بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استثناء موضوعنا فيما يخص تصميم وتطوير تقنيات التعلم، انطلاقا أيضا من الفكرة تحدثنا عنها سابقا، الطريقة البنائية، سنأخذ هنا الآن التعلم من أجل الفهم والتدريس. Teaching for understanding. Teaching for understanding هو أو تعلم من أجل الفهم هو في طرف، وهنا التدريس، التدريس المقصود فيه التلقائي. طبعا في العلم الحديث في التربية يفضل أن يسمي العملية عملية تعلم على تعليم على عملية تدريس، لأنه التعلم ناتج من فعل ذاتي يؤديه الشخص، أما التدريس تعتمد على أسلوب الإلقاء وأخذ المعلومات من الأستاذ. طبعا تنمو فكرة التدريس من أن غاية وجود المدرس هي تفهيم المتعلمين أو جعل المتعلمين يفهمون فكرة ما، مثلا يرغب منهم فهم الفيزياء والتاريخ على أكمل وجه. أستاذ الفيزياء عندما يدخل إلى الغرفة الصفية هو يطمح من الطلاب أن يفهموا بضعة أفكار يطرحها، أستاذ التاريخ نفس الكلام، وكل أستاذ عندما يؤدي مهنة التدريس يطمح إلى هذا الهدف. طبعا غاية نبيلة لكنها في أغلب الأحيان لا تتحقق. رغم وجود هذه الغايات النبيلة والغايات السامية التي يحملها الأستاذ أو المعلم، إلا أنها فعليا في غالب الأحيان لا تتحقق، أو في نسبة كبيرة من عدد طلاب الصف أو الغرفة الصفية لا تتحقق. السؤال، كيف يتحقق ذلك الهدف تفهيم المتعلمين؟ سؤال مهم جدا هنا طرح بعد أن تجاوزنا أو بعد أن اتبعنا المدرسة السلوكية، تحدثنا عنها في الفيديو السابق في عملية التعلم. عندما هنا يعني لم تنجح، لم تعطي النتائج المرجوة، ما الذي جرى؟ نقول هنا نبعت فكرة التعلم من أجل الفهم، هي فكرة نابعة أو تأخذ جذورها من فكرة التعليم البنائي. تصميم وتطوير مقررات تسهم بفهم فهم المتعلم للمادة المدروسة، وهي فكرة تصميم وتطوير تقنيات التعلم، أو تصميم وتطوير مقررات تسهم بفهم المتعلم للمادة المدروسة. وضع إطار، أيضا يمكن أن نقول أنه نبعت فكرة وضع إطار أو تصور للأسلوب الذي يتبع لتمكين المعلم من تحقيق هدفه أو تمكين المتعلم من تحقيق هدفه، لأنه في النهاية كلاهما هدفهما هو خروج المتعلم بأحسن النتائج خلال الفترة الدراسية. كيف تعمل فكرة التعلم من أجل الفهم؟ أسأل نفسنا هذا السؤال أو بهذا الأسلوب. من خلال فكرة فهم الشيء تستطيع التفكير فيه أو من خلاله، يعني هي تقولي إذا أنت فهمت الشيء أو إذا تمكن المتعلم من فهم شيء فهو يستطيع التفكير فيه أو من خلاله. كيف؟ نفكر مثلا بقوانين نيوتن. قوانين نيوتن قوانين مشهورة جدا، طرحت في الكتاب الخالد برينسيبيا، أو ما يطلق عليه فلسفة علم الطبيعة لنيوتن. كيف نفهمها؟ من خلال القدرة على تذكرها وتكرارها وترتيلها. دعنا نقول بطريقة معينة، هل هذا الكلام صحيح؟ نقول طبعا هذا الكلام لا يكفي، لو تذكر القوانين وكررها هل هذا يكفي؟ هذا الكلام لا يكفي فعليا في العصر الحديث، لا يكفي مجرد قراءة المعلومة وتذكرها بشكل احترافي. القدرة على حل المسائل على الدرس، يعني استخدامها في مسائل رياضية مثلا، يعني درس قانون نيوتن مثلا الثاني، عليه مثال محلول في الغرفة الصفية أو محلول في الكتاب المدرسي، ومن ثم في آخر الدرس يوجد سؤال آخر، أستطيع أن أطابق بين المثال والسؤال وأحاول أن أشتق معلومة تساعدني في حل الدرس. هل هذا الكلام يكفي؟ أكيد كما أنا وضعت هنا أنه لا يكفي. إذا كيف نطبق من خلال فكرة فهم الشيء تستطيع التفكير فيها من خلاله؟ مثلا نطلب من المتعلم التبحر في العالم من حوله، مشاهدة قوانين نيوتن عملية. طبعا لو شاهدها مثلا عمليا، نستطيع مثلا أن نضرب مثال المصعد الكهربائي، مثلا مثال المصعد الكهربائي. هنا فقط أنا أنوه أن فقط فكرة أطبق في الفيزياء لأنها اختصاصي، لكن هي تطبق في كل دروس العلوم. طبعا فكرة المصعد الكهربائي، ما الذي يحدث عند مثلا صاعد إلى الأعلى والوزن إلى الأسفل؟ ما الذي يحدث؟ وهنا تطبيق عملي مباشر لفكرة قانون نيوتن الثاني. ثم نسأل كيف سيكون العالم
دون هذه القوانين. طب لو قلنا هذه قوانين نيوتن، القانون الشهير كما قلنا، محصلة القوى المؤثرة على الجسم، محصلة القوى المؤثرة على الجسم هي عبارة عن الكتلة ضرب التسارع. كيف سيكون العالم دون هذه القوانين؟ إذن هنا كأننا نرجع الطالب إلى الفترة التي سبقت فترة نيوتن. كيف سيكون العالم دون هذه القوانين؟ كيف سنفهم الحركة من حولنا؟ كيف سنفهم القوة التي تؤثر فيها الحركة من حولنا؟ هل سنستطيع تصميم آلات تساعدنا في الإنتاج وفي التصنيع؟ طبعا في حال تمكن، يعني لاحظ هنا هذه الفكرة، في حال تمكن الطالب من إدراك هذه الأفكار، هنا نستطيع أن نقول بأن الطالب فهم، يعني عمل بفكرة التعلم من أجل الفهم. عرف القوانين، لاحظ أنه بدونها، بدون هذا المثال أو هذا النموذج، من الصعب جدا أن نفهم العالم من حولنا، لأنه فعليا هي فكرة نيوتن، هي فكرة نموذج. لن نستطيع أن نفهم العالم من حولنا، الكثير من الظواهر الطبيعية المحيطة من حولنا نستطيع فهمها. إذا هنا يبدأ بتقدير هذه المعادلات أو هذه المعادلة والقوانين، ومن ثم من خلال يستطيع الرؤية إلى العالم، الرؤية أو النظر إلى العالم بطريقة أوسع وأكثر عمقا. السؤال المهم المطلوب من المربي أن يسأل، أن يسأله لنفسه، أو الأسئلة المهمة المطلوب أن يسألها لنفسه: ما الذي أرغب من المتعلم؟ ماذا أتوقع أن يفهم؟ يعني عندما يصمم الدرس، إذا هنا نقول يصمم التعلم من أجل الفهم، أول سؤال يسأل نفسه: ما الذي أرغب من المتعلم؟ ماذا أتوقع أن يفهم؟ طبعا المقصود هنا الهدف الأكبر، يعني يأخذ مثلا عنوان الدرس، مثلا فهم عمل الخلية، نموذج عمل الخلية، أو فهم مثلا في التاريخ، فهم فكرة الحملات الصليبية على العالم الإسلامي مثلا. هذا الدرس عنوان كبير جدا. طبعا السؤال الآخر الذي يطرح أيضا: ما الأشياء التي أرغب المتعلم معرفتها عن هذا الموضوع؟ إذا لاحظ هنا الهدف الأكبر، هنا أنا أحدد مثلا خلال هذا الدرس 3 أو 4 أو 5 أهداف دقيقة في هذا الموضوع، متعلقة في الخلية أو في فهم الحملات الصليبية على العالم الإسلامي مثلا. هذا السؤال الثاني، هذا عند عملية التصميم. مثلا إعطاء مواضيع غنية مثل الخلية أو الحملة الصليبية يحتوي على الكثير من المعلومات، لا بد من المعلم أو من المصمم أن يركز على موضوعات محددة أو على أهداف محددة تكون على شكل نقاط. ما الذي يفعله المتعلم ليفهم أو يزيد فهمه؟ طب ما الذي أنا أريد من المتعلم أن يؤديه حتى يفهم أو يزيد فهمه لهذا الموضوع، يعمق فهمه من هذا الموضوع؟ هنا فكرة التعلم عن مشاهد. مثلا هنا مثلا في موضوع فهم الخلية، مثلا أقدم له مثلا برنامج محاكاة عن الخلية، أو مثلا أعطيه مثلا فقرة ليقرأها عن الحملة الصليبية مثلا. أسأل أسئلة محددة، مثلا سؤالين أو ثلاثة محددة تكون متعلقة في الأشياء التي أرغب المتعلم معرفتها عن هذه الموضوع، عن هذا الموضوع. كيف سأتمكن من إدراك فهم متعلم للموضوع المطروح؟ كيف سأتمكن أنا بصفتي أستاذا للمادة أو بصفتي مصممة للمادة، كيف سأتأكد من أن الطالب قد فهم الموضوع المطروح؟ طبعا عدة إجراءات مثلا تحتوي، قد تكون أسئلة خلال الدرس، أسئلة بعد الدرس نأخذها مثلا. إذا لبرمجة هذا الموضوع نطرح الموضوع بداية. إذا الفكرة الأولية هي توليد الموضوع، generative topic. generative topic هو اختيار موضوع متعلق بشكل قوي مع أهداف تربوية. نأخذ مثلا موضوع توليد الطاقة الشمسية وتوفيره في فاتورة الطاقة النفطية. إذا هذا مثلا توليد الموضوع. الثاني لاحظ هي فهم الأهداف، understanding goals، حوالي 3 أو 4 أهداف. مثلا في موضوع الطاقة الشمسية، هل فعلا يمكن الطاقة الشمسية أن تكون بديلة ممتازة عن الطاقة النفطية؟ مثلا هذا سؤال.
مثلا قد يكون السؤال التالي: لماذا تقترح بأن الطاقة الشمسية بديلة ممتازة عن الطاقة النفطية؟ كيف ستزيد من إنتاج الطاقة النفطية لتقليل إنتاج الطاقة الشمسية لتقليل الفاتورة النفطية؟ كما يجب أن تشارك هذه الأهداف مع الطلاب، ليس من خلال التذكر فقط لكن من خلال الاستخدام أيضا. يعني هذه الأهداف، الأستاذ الجيد الذي يعمل ضمن فكرة التعليم من أجل الفهم يحدد هذه الأهداف للطلاب حتى ينخرطوا معه بشكل أكبر في هذه المعلومة ولا يحتفظ فيها لنفسه كما يحدث غالبا. أيضا هنا الخطوة الثالثة: فهم الممارسات، understand performances. التفكير، يعني فهم الممارسات، مثلا أن يفكر، مثلا أن يقارن، مثلا بين أن يقارن بين الطاقة الشمسية والطاقة النفطية. مثلا هنا أن يفكر، مثلا أنا عندي المقارنة، مثلا المناقشة، يناقش جدواها، مثلا يناقش مثلا حسنا هل هي مثلا فكرة جيدة، لكن هل نحن مثلا في البلد عندنا مثلا سقوط شمسي أو كثافة شمسية على الأرض عندنا مناسبة لإنتاج طاقة شمسية، الاستكشاف إلى آخره. هذه أيضا فهم الممارسات، understand performances. أيضا نقول أيضا التقييم المستمر، ongoing assessment، أي أنها ليست في النهاية، أي أن يعني التقييم لا يكون في النهاية كما يحدث في المدرسة التقليدية السلوكية، ليست في الامتحان النهائي أو في امتحان الشهر الأول الشهر الثاني أو في المتر من الامتحان الوسطي، أو ليست في المشروع النهائي. تغذية راجعة عبر عملية التعلم مباشرة، تغذية راجعة، وأحيانا وفي غالب الأحيان تكون عبر المتعلم نفسه وليس عبر الأستاذ. يعني هو فقط يشاهد، مثلا يطرح، مثلا يرى، يحلل. طبعا هذه الأفكار يساعد عليها طبعا برامج المحاكاة. إذا أنا هنا ذكرت هذه المواضيع، في الفيديو القادم إن شاء الله سأخذ مثال عملي عن هذا الموضوع وأحاول أن أستخدم هذه الأفكار الأربع حتى نوضح الطريقة للأستاذ كيف يعلم من أجل الفهم. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخلي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.